النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الأيام القادمة وأيضا خلال الساعات القادمة بإذن الله، وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدث فيها عن الطقس الحار نسبيا المتوقع يوم الأربعاء، ثم الانخفاض على درجات الحرارة اعتبارا من الخميس، واستمرار لهبوب الرياح الغربية بشكل يومي في عموم مناطق المملكة. نبدأ نشرتنا باستعراض صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، لتوضح خلو مناطق المملكة من الغيوم وأيضا عموم منطقة بلاد الشام، باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي انتشرت في السواحل اللبنانية والفلسطينية والسورية خلال الساعات الصباح، لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وساد طقس صافي في عموم تلك المناطق. ننتقل الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية المتوقعة من الأربعاء وحتى يوم السبت. يوم الأربعاء تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل قليل، وبالتالي يساد طقس حار نسبيا في الجبال، لكن كان حار في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة وأيضا المنطقة الشرقية ومنطقة البادية، لكن اعتبارا من يوم الخميس تتراجع شدة الأجواء الحارة، وبالتالي تعود درجات الحرارة لتصبح حول معدلات لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس صيفي اعتيادي في عموم مناطق المملكة. ويوم الجمعة المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. أيضا تنخفض درجات الحرارة ليلا خلال عطلة نهاية الأسبوع ليسود طقس معتدل إلى لطيف في الجبال، فيما يبقى دافئ في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة وأيضا المنطقة الشرقية. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع حبات الرياح المتوقعة من الأربعاء إلى الجمعة. يلاحظ استمرار لهبوب الرياح الغربية بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيضا خلال يوم الأربعاء، لكن تنشط خلال ساعات الظهيرة والعصر، تعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار في المنطقة الصحراوية وأيضا المنطقة الشرقية، قد تعمل عدد التدني قليل في مدى الرؤية الأفقية. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع ارتفاع على درجات الحرارة خلال ساعات الليل مقارنة بالليالي الماضية، 24 درجة مئوية متوقعة خلال ساعات الليل. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال الثلاث أيام القادمة خلال الأربعاء الخميس والجمعة، يوم الأربعاء يستمر تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة نسبيا، 31 درجة مئوية متوقعة في العاصمة عمان كحرارة عظمى، أما الصغرى 23. يوم الخميس تنخفض درجة الحرارة 29 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 20 درجة مئوية. أما يوم الجمعة المزيد من الانخفاض 28 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 20 درجة. في نهاية نشرتنا نستعرض وإياكم هذا الفيديو، حيث شهدت مدينة جيومري في أرمينيا يوم أمس الاثنين عاصفة قوية ترافقت بهطول غزير المطر أغرق الشوارع، كما ترافقت بتساقط كثيف للبرد غطى مساحات واسعة من المدينة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.